يا صباح الخير للجميع، تفضلوا معي بهاي الجولة الرائعة اللي راح نشوفها مع بعض. هاي المدينة والجو والأجواء اللي صايرة. طبعا أول شيء بتمنى لكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل الفيديوهات أول بأول، ونكمل مع بعض هاي الجولة. طبعا هذا الشارع مثل ما تعرفوا هو من أهم الشوارع بهاي المدينة. هاي المدينة تقريبا باليونان صايرة قريبة على مدينة ثسالونيكي. العالم طلع على برا بشكل كتير. هون الأخ عم بغني. الجو اللي عم يسأل عن جو، الجو ربيع، يعني خلصنا الشتاء دخلنا بالربيع. الجو منيح كتير، لسه العالم لابسة لبس الشتاء. نشوف هلا لفوق شوي، شوفوا معنا هاي المناظر الحلوة. طبعا هاي اليونان يا جماعة، مدينة من مدن اليونان. اللي عم يسأل عن وين هاي المدينة، في اليونان، بعيدة عن أثينا كتير، قريبة على سالونيك. هون بائع السميد اللي شايفينه عادي مثل تركيا وسوريا. طبعا ما نسيت اقول لكم يا جماعه كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان المبارك، ان شاء الله تقبل الله طاعاتكم وصيامكم. هون شوفوا لي هذا الشارع الحلو الجميل، وهي عم تبيع اليانصيب. طبعا هون الكلاب الصغيره والكبيره منتشره بشكل كبير كتير. مثل ما شايفين لسه في برد شوية، مشان هيك العالم لابسة لبسها تبع الشتاء، يعني لسه لابسين ألبسة الشتاء. هذا الكافيه معروف كتير هون، كافيه معروف كتير هون، كافيه فرويد اسمه، بيجوا عليه بنات وشباب كتير. راح نروح لآخر الشارع وبعدين راح ننزل شوي شوي لتحت. لسه يعني لابسين لبس الشتاء، بالصيف لسه ما بيلبسوا شيء هذول، يعني بيشلحوا كل شيء. اليونان معروفة بحرية التعبير، خاصة البنات لما بنت بتصير عمرها 14-15 سنة، فأهلها بيتركوها أو أهلها ما لهم الحق إنهم يسألوها وين كنتي وين رحتي وين جيتي. فمشان هيك بتلاقي الشباب والبنات كلهم رايحين جايين، وهذول عم يشحدوا. كل واحد مع صاحبته، لانه هون مثلا من ناحيه الزواج، يعني اوروبا بشكل عام واليونان ما بيتزوجوا زواج مثل عنا بيساووا اولاد واطفال وهيك، بيتزوجوا زواج بس على الورق. يعني مشان هيك بتلاقي عدد سكان اليونان بانخفاض مستمر، كل سنة بينخفض عدد. شوفوا لي هاي المناطق وهاي الزحمة اللي هون. طبعا مشكلة الكمامة، ما يعني اللي بده يستعمل الكمامة ما في اي مشكلة، واللي ما بده كمان مو مشكلة. هاي الاجواء الحلوة، وهي فودافون سيو. في شركتين اتصال هون باليونان، او ثلاث شركات اللي هي كوسموتي والفودافون والوينت. هذول ثلاث شركات رئيسيه. وهاي انا اللي ما عم يشوفني، اللي ما شافني باول الفيديو، اي انا اصدقائي. انا بحاول قدر المستطاع نصور المناطق الحلوه الجميل، يعني انتم متعودين علي تشوفوني بكل الفيديوهات، ولكن المناطق الحلوه هاي الواحد ما بيشوفها كل مره، او هاي الزحمه. اعملوا لايك للفيديو يا جماعه، لانتشر الفيديو، سووا شير للفيديو، سووا كومنتات، سووا اي شيء. راح نشوف هنيك هون كانت مدرسه، هاي واقفة الباب الأصفر، كانت مدرسة من قبل، جيت عليها مرة مرتين وبعدين طلبوا مني أوراق وهيك وتعمل فحص للكورونا، فمشان هيك ما أجينا وما كملنا. كان في دروس يونانية
ودروس إنجليزية على ما أعتقد. أنا كان بتمنى يكون في دروس ألمانية، ولكن ماذا كان شوفوا لي هذا الشارع الحلو الجميل، المناظر، البيوت. طبعا مو هذيك المدينة الفخمة، بس فيها مناظر حلوة، فيها نظافة، فيها مثلا العالم كل واحد بشغله، ما حدا بيتدخل بالتاني. شوفوا لي هاي هذا الطقم اللي عليه تخفيضات. أكيد هذا الطقم عجبني، طقم فخم حلو يعني. هذا كمان هاي البنت طلعت فجأة بوجه مو مش جينا على هاي النافورة. هون بينتهي هذا الشارع، الشارع اللي جينا منه من تحت هون بينتهي. هاي النافورة، هاي سيارة كوسموتي شركة اتصالات. وهون هاي الساحة طبعا مثل ما شايفين في هنيك كافيه، وهون مثل ما شايفين هاي النافورة الحلوة. اليونان بشكل عام حلوة يا جماعة للسياحة، لهيك اللي عنده فلوس مصاري اليونان بشكل عام حلوة يعني. وهلا جينا لتحت يا شباب، رح نروح في منظر حلو هون، منطقة حلوة. هون أول الشارع الكبير اللي دخلنا فيه من الأول يعني، ما صورنا هون. شوفوا لي هون هاي النافورة، هاي الساحة، هذاك التمثال، منظر حلو كتير. أنا تقريبا كل يومين ثلاثة لما يكون في عندي وقت فاضي بجي لهون وبقعد يعني. منظر حلو كتير هون شايفين. تروح لتحت ولا رح نروح من هون؟ عشان تشوفوا المناطق الحلوة. هون تقريبا مركز المدينة يعني، السيتي سنتر هون، الكافيات، الاتصالات، كل شيء ممكن تلاقوه. شايفين المناطق الحلوة هون، البنايات، المطعم، هذيك الكنيسة صايرة شايفينها، البنات، الشباب، بتلاقيهم كلهم مجتمعين هون. أنا بيتي صاير تقريبا هنيك يعني بشوي فتحة من هذيك الفتحة. هلا راح نروح هون، راح نروح هون، راح نشوف شو في. طبعا كل المحلات موجودة، ذهب، سوبر ماركتات، المطاعم، البنوك، كله موجود. هذا البنك الأصفر، بنك بيرايوس هون في اليونان. وبين الموتورات، السيارات، كمان في ساحة هون راح تشوفوها هلا بعد شوي، وراح هنيك راح ننهي الفيديو. طبعا أغلبية الخطايرة هون اللي فوق الخمسين بيلبسوا كمامات، بيخافوا من المرض وهيك، حقهم يعني. وجينا هون بالليل يا جماعة، منظر حلو كتير. هون هاي المنطقة كلها مثل ما شايفين، رح ننهي الفيديو هون. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس يا شباب. وإذا عجبكم الجولة نساوي جولات ثانية. نلقاكم بفيديو ثاني. سلام.